بلغ بهم اليأس، كيف يوقفوا هذه الدعوة؟ لم ينفع السب ولا الضرب ولا الإهانة ولا الجوع ولا العطش، لم ينفع شيء. فتآمروا عليه، اجتمعت الكلمة على التخلص منه، فاجتمعوا في دارهم في دار الندوة. ثم قال كل منهم رأيه، ما نصنع في هذا النبي الذي يدعي النبوة؟ فكل منهم أشار برأيه، فقال بعضهم نخرجه من بلادنا، إنه حلو اللسان، لو خرج من البلاد لجمع الناس على هذه الكلمة التي يقولها، إذن نسجنه إنه ساحر، لو سجن لاستطاع أن يخرج من السجن لأن به جنة. فتحيروا ثم اتفقوا برأي شيطان رجيم، اتفقوا على قتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اتفقوا على أن يختاروا من كل قبيلة شابا قويا صلدا، فتم الاختيار، وتواعدوا في ليلة الهجرة حول بيته وهم شاخص الأبصار محرق الأنظار، والنبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته، فجاء بعلي كرم الله وجهه وأجلسه مكانه وغطاه وقال له نم مكاني والله حافظك، فغطاه ثم فتح الباب وقرأ من أول سورة ياسين إلى قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ثم أخذ حفنة من تراب ورماها عليهم وقال شاهت الوجوه ومر فلم يره أحد. سبحان من غشاهم وسبحان من حجبه عنهم بنوره وبقدرته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تواعد مع صاحبه ليهاجر معه، فوصل إلى غار الثور، فجاء الناس بعد أن علموا والتفوا حول الغار، وهناك فتحة كبيرة، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يخبره ويقول له يا رسول الله انظر، لو نظر أي واحد منهم أسفل قدميه لرآنا. فقال يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ ثم حجبهما الله عن القوم، وقد رأوا الآيات البينات والمعجزات الباهرات، فرجعوا خائبين. واستمر الركب واستمرت الرحلة، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه هي الهجرة، آية الله الكبرى لكل عقل،
وعظة الإسلام لكل فكر حتى نربط الماضي بالحاضر في ظل إسلامنا وفي ذكرى الهجرة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأهنئكم بهذه البداية الكريمة، والله يوفقنا لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.